اخواتي واصدقائي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يمكن ان انا اول مره اطلع يعني بوشي واشرح لكم يعني على حاجه كده، فتابعونا ان شاء الله، وان شاء الله ننزل دروس كتير مستفاده يعني للمتابعين اللي عندنا والمبتدئين في الاورج. دلوقتي هنتكلم النهارده عن ناس كتير سالتني عن ازاي ان انا بسجل الصوت من الاورج، يعني من غير ما يبقى فيه دوشة حواليا. الصوت بيبقى طالع من الأورج على الفيديو على طول، يعني الفيديو شغال بيسجل وفي نفس الوقت الصوت بتاع الأورج هو بس اللي ظاهر في الفيديو. يعني لو في أي صوت جنبي، في دوشة زي اللي سمعناه في فيديو قبل كده فات، الصوت ده كله مش هيظهر. حتى لو أنت بتتكلم صوتك مش هيطلع، مفيش أي حاجة هتطلع غير صوت الأورج فقط مع تسجيل الفيديو. طبعا هتخشوا على القناة عندي على اليوتيوب هتلاقوا ان انا الفيديوهات كلها معظمها مصورها بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها النهاردة. تمام، الطريقة سهلة ان شاء الله. هنحتاج بس شوية حاجات كده هشرح لكم ايه هي عشان نجيبها، وان شاء الله هتسجله بصوت نقي وكويس، وهقول لكم الطريقة ازاي. الطريقة كالآتي: اول حاجة معانا النهاردة قبل ما نتكلم عن البرنامج اللي هنستخدمه على الموبايل وكده، هنحتاج لثلاث حاجات. تمام، ثلاث حاجات هنحتاجهم. اول حاجة الوصلة دي، بص كده معايا، الوصلة دي عاملة زي اللي انت بتركبها في الصب وكده، اللي هي بيبقى المدخل بتاعها من هنا، الاتنين دول بيبقوا عاملين زي بتوع الريسيفر. يعني بص كده معايا اهي، بيبقوا عاملين زي المداخل بتاعت الريسيفر اللي بتركب في الريسيفر بتاع الدش من ورا. بص، بتبقى واحدة حمراء وواحدة بيضاء اهي، وطالع منها ديت بس واحدة بس اهي، بيبقى فيها تلاتة نحاس واتنين سود. بص كده، يا رب تكون باينة عندكم اهي، تلاتة نحاس والجلدتين السود دول. تمام، اهي بتكون عاملة كده. بتجيبها من اي حد بتاع الكترونيات، اي حد بتاع بيصلح حاجات، بيبيع مستلزمات صب وسماعات والكلام ده اهي. تمام، دي في منها 3 متر، انا جايب دي 5 متر، انا جايب دي 5 متر عشان خاطر ان انا كل ما ابعد التليفون بعيد عن القرب او اصور من بعيد يبقى معايا مساحة سلك طويلة. فديت في منها 3 متر، انا جايب دي 5 متر، طويلة جدا طبعا وانا بصور بيها، وكل الفيديوهات اللي انا مصور بيها عندي على القناة مصور بالطريقة ديت، بس انا قلت اطلع اقول لكم الطريقة عشان كذا حد سألني الصوت بيبقى طالع ناقي كده ازاي. تمام، بيبقى ناقي عن طريق اللي انا قلت لكم عليه ده. تمام، دي اول حاجة معانا اهي، هنخليها على جنب. اول حاجه كده عرفتوا ايه هي. تمام، تاني حاجه بنجيب البنانه ديت اهي من عندي بتاع الالكترونيات برضو او بتاع السماعات او الصب، بتبقى عامله كده اهي. بص كده اهي، بص عامله ازاي، موجوده متوفره يعني عند كل الناس اهي، تبقى عامله كده اهي. بنجيب 2 اهم، وبتبقى عامله من جوه كده اهي. تمام، بنانتين زي دول من عند برضو بتاع الالكترونيات او السماعات والحاجات دي. ماشي، ادي تاني حاجة معانا. تالت حاجة والاخيرة ديت اللي هي بيبقى اهي، بص كده نوريها لكم الاول اهي، بتبقى عاملة كده عليها رسمة هنا سماعة وهنا رسمة مايك اهي، دي برضو موجودة متوفرة، دي تقريبا في حدود 30-25 جنيه، موجودة برضو عند اي محل تليفونات او سماعات او صبات اهي. بص عاملة ازاي اهي. تمام، دي تالت حاجة معانا. تمام، وهوريكم هنشبكهم ازاي في الاورج، لان المرحلة الاخيرة اللي انا هشرح لكم فيها ازاي بقى نسجل هضطر ان انا اسجل لكم تسجيل شاشة طبعا من على التليفون عشان اشرح لكم ازاي هنخش في البرنامج ونفعله ان هو يشتغل مع الاورج. هنركب الاول الحاجات ديت، الحاجات دي بتركب سهلة جدا. اول حاجة اهي اللي هي ديت اللي هي الطرف اللي في الاول ده، وهو بنركبه في المدخل بتاع المايك اللي هي الرسمة بتاعت المايك دي اهي. بص، مش السماعة، المدخل بتاع الميكروفون، هي حتى مرسوم عليها مدخل للسماعة ومدخل للميكروفون اهي، بندخلها على العلامة اللي هي مرسوم عليها المايك اهي، اهو كده اهي. تمام، مركبتش في اللي فيها السماعه، انت عاوز تركب سماعه هنا عشان تسمع الصوت. تمام، ركب. انا عن نفسي مش بركب، بسمع من سماعات الاورج بس بوطي الفوليوم في الحد المعقول عشان الصوت يطلع نقي. تمام اهي، وعند الطرفين التانيين اللي هما من هنا كده اهو بركب اي حاجه، مش هنا مش هتفرق اهو، بركب مثلا البوده اهي، بركبها هنا كده داخل.
وباجي التانية كده بركبها هنا اهي، اهي دخلت معايا كده، الوصلة جاهزة عندي اهي. هما 3 حاجات راكبين في بعض، تمام. طب هنركبها منين في الأورج؟ أنهي حتة في الأورج؟ خليكم معانا، نروح لفاصل وأقول لكم هنركبها فين في الأورج. رجعنا من الفاصل، الجزء التاني معانا من الفيديو. بنركب ديت حضرتك زي ما قلت لك اهم، اللي هما الاتنين دول بركبهم في الحتة اللي جنب الباور، جنب الكابل بتاع الباور اهو. بص زي ما انت شايف، سوري، ادي كابل الباور اهو، تمام. كابل الباور راكب هنا اهو، في مخرجين جنب كابل الباور على طول، مالكش دعوه بالمخرجين اللي في الاخر من هنا، لا انا بتكلم على ادي كابل الباور راكب هنا اهو بتاع الادابتور، وادي في مخرجين جنبيه. بركب واحده هنا كده وواحده هنا اهو جنب كابل الباور. بص الطريقه الظاهره عندك كده اهو، جنب كابل الباور على طول ركبت القطعتين اهم، باينين عندكم على الكاميرا. انا كل شويه اروح ابص عشان اتاكد ان هم ظاهرين، عشان الناس اللي بتخش تسال كل شويه. اهو ركبتهم ادي هنا وهنا بالطريقه اللي انا وريتكم. فاضل دي معايا، دي كده اللي فاضله معايا، دي بقى بعمل فيها ايه؟ اهي بص كده، انا مركبها في الحته بتاعت المايك اهي، مش السماعه اهي. فاضل كده دي بس اللي معايا، دي بقى بتركب فين؟ دي بتركب في التليفون، مكان السماعه، مكان الهيدفون بتاع التليفون اهي. بص انا عايز، وتاكد دايما ان ديت اهو. بص بس نعمل كده، يا رب تكون ظاهر عندكم. بص بتبقى هنا بقى 4 نحاس و3 سود اهي. بص 1 2 3 4، 4 نحاس وتلات جلد سود اهو، 1 2 3، تمام. بتكون عامله كده، دي بتركب في التليفون عادي، في المدخل بتاع الهيدفون بتاع السماعه يعني، بنركبه. وطبعا بنروح بقى على البرنامج عشان نشرح الطريقه للناس. هنروح للجزء الثالث من الفيديو، خليكم معانا هشرح لكم الطريقه عن طريق تسجيل الشاشه، بس عشان اشرح لكم هنفعل البرنامج وننزله ازاي. وان شاء الله هسيب لكم لينك التحميل بتاعه في صندوق الوصف تحت، تخشوا تحملوه من على المتجر وتنزلوه وتثبتوه، واقول لكم الطريقه ازاي تشتغل. خليكم معانا. طبعا رجعنا معاكم في الجزء الثالث من الفيديو. معلش لو الفيديو طول شويه، بس انا بشرح لكم الطريقه كامله علشان الناس ما تسالش كل شويه او حد يعطل في حاجه يعني. بنشرح معاكم الطريقه بالظبط. طبعا بعد ما انا سبت لكم لينك التحميل تحت، وانت بتخش على المتجر تحمله، بينزل معاك البرنامج بعد ما بتثبته بالواجهه اللي هي مكتوب عليها اوبن كاميرا ديت باللبني ديت، بيظهر معاك كده. بندوس على البرنامج كده بيفتح معاك الكاميرا على طول، بنعمل خطوة او خطوتين بالظبط، خطوتين بنعملهم عشان بنعرف البرنامج ان احنا هنصور عن طريق يعني صوت خارجي، مش هسجل عن طريق المايك التليفون العادي، تمام. بنعمل ايه؟ بندوس على علامة السيتنج اللي هي علامة الاعدادات من فوق خالص على اليمين ديت، بندوس عليها كده، تمام. بيظهر معانا كده الاعدادات بتاعته، بنجيب كلمة فيديو سيتنج ديت اللي هي تاني واحدة فيديو سيتنج، بندوس عليها كده بيطلع لنا الكلام ده كله. بننزل لتحت كده، تمام، بنجيب اوديو سورس اهي، اوديو سورس ديت اهي تاني واحدة اللي انا بعلم عليها ديت، بندوس عليها كده وبنتأكد ان هو احنا معلمين على تاني واحدة اللي هي معمول عليها علامة المايك ديت، اللي هي مكتوب عليها مايك ديت، يعني هي لو اول واحدة او اخر واحدة وكده، انت اتأكد ان هي تاني واحدة اللي انا معلم عليها دي اهي، تمام. بس وكده الطريق البرنامج اتفعل عندك، ان انت هتصور عن طريق الكابل اللي هتركبه في الاورج. يبقى كده الطريقة احنا عرفناها من الاول للاخر، بتركب الوصلات، ال3 وصلات اللي انا قلت لك عليهم بتركبهم في بعض، بعد كده بنركبهم في المدخل اللي جنب الادابتور، بعد كده بننزل البرنامج ونخش على الاعدادات زي ما اوريكم هنعمل ايه، وان شاء الله الطريقه تشتغل عندك. بس ملحوظه اخيره للناس، ملحوظه اخيره ومحدش ينسى اللي انا قلته دوت، بنروح كده على الفوليوم، اوعى تعلي الفوليوم على الاخر كده، اوعى يعني اخرك الفوليوم يبقى كده. طب ليه؟ هقول لك ليه. علشان كارت الصوت بتاع التليفون مش هيستحمل صوت الاورج، يعني الباور بتاعه جامد، مش هيستحمل كارت الصوت بتاع التليفون، مش هيستحمل الباور اللي خارج من الاورج، ممكن كارت الصوت يضرب ولا حاجه. فانت حضرتك بتخلي الفوليوم كده. بص انا دايما بسجل في الفيديوهات بتاعتي بيبقى كده او كده، بص اخري عمري ما جبته كده حتى ولا كده، انت اخرك الفوليوم اهو، ده الفوليوم بتاعك اهو. هو طبعا الصوت هيبقى ظاهر لك انت يعني مش طالع جامد من سماعات الاورج، بس لو عاوز تركب هيدفون بقى زي ما قلت لك ركب، بس انا قلت اقول لك على الملحوظه الاخيره،
تمام اهو الفوليوم معايا كده، وان شاء الله تركب الوصلة وتشغل، واللي محتاج اي حاجة يكلمني في الكومنت من تحت وانا ان شاء الله هرد عليه، وان شاء الله انزل لكم فيديو جديد قريب عن طريقة جديدة، بس مش هقول لكم عليها دلوقتي، هنشوفها ان شاء الله الفيديو الجاي. يا ريت يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان لو نزلت اي فيديو جديد يجي لك رسالة يعني بالاشعار بتاعي، والسلام عليكم.